السلام عليكم ورحمة الله. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استقبلت الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي هذا اليوم نبأ وفاة الأميرة الجليلة للا مليكة عمة الملك محمد السادس نصره الله وأيده شقيقة الراحل الحسن الثاني رحمه الله. وكانت الراحلة للا مليكة قد ازدادت في 14 مارس 1933 وهي للإشارة ابنة الملك الراحل محمد الخامس، كانت تشغل منصب رئيسة الهلال الأحمر، وقد قضت جزء كبير من حياتها بمدينة صخيرات حيث كانت تقيم بالإقامة الأميرية إلى أن فارقت الحياة صبيحة اليوم. وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم بخالص عبارات العزاء إلى جلالة الملك محمد السادس ولكل أسرة العلوية والشعب المغربي، إن لله وإنا إليه راجعون.